السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم، أخباركم، عاملين ايه؟ رب تكونوا بألف خير. ساعة البدرية ساعة منسية، صباح العسل، صباح الفل، صباح زقزقة العصاير وصوت القطر اللي بيجري على السريع. بينا نشوف يومنا ورتينا النهاردة ايه يا حبايبي. انا على السطح ببدأ صباحي معاكم هنا حبايب قلبي. صباح الفل، صباح الياسمين، صباح كل حاجة حلوة. حبيت ان انا اطلع كده في ساعة بدرية ساعة منسية، احط حاجتي كده وابدأ يومي قبل ما اخرج ان شاء الله، واجيب كمان ايه، واجيب فطاري. بينا نبدأ روتيننا ونقول يا هادي يا رب. بينا، يلا بينا حبايب قلبي. وجبت معايا الفطار اهو بتاعي اهو زي ما انتوا شايفينه اهو. يلا عشان نخش نشوف الدنيا فيها ايه يا حبايب قلب حسون. نبدا ونقول كده في يومنا تكلنا عليك ايه يا رب. يلا حبايب قلبي يا حبايب، احلى فطار ورجعنا مع بعض اهو. احلى فطار من عندي جمال، يا حلاوتك وحلاوه بتنجانك يا جمال. يلا حبايب قلبي بالهنا والشفا، تعالوا افطروا معانا. اعزم عليهم يا هشام. صباح الخير. اول يا رب تكونوا بخير، والله وحشيني جامد صراحه. يعني بحب اقدم لكم الفطار البسيط ده، فول وطعميه بقى وملسة. فطار ماما الاساسي اللي هما زهقوا منه. حاجه كده قصصتنا اول نوريه، بس هو بقى ياكل جبنه مثلثات اهو. هنغير برضه، شايفين مخلينا الحلو وفطرنا هو ده يا جماعه، ده فطرنا ورضا والحمد لله. بس انت ما طلعتش العيش يا هشام. ماشي، يلا بقى تعالوا افطروا معانا، وكل سنه وانتم طيبين ونورتونا حبايبنا. شكله مغري وجميل، شايفين العيش بتاعنا هشام ابن الله يخليه. شوفوا، الله يخليك يا هشام يا ابن حبيب قلبي. الله العظيم يا جماعه، العيش هو اللي جايبه لي والله. يلا تعالوا كده بقى، بسم الله وبالف هنا وشفا. واحلى كوبايه شاي بعد الفطار يا حبايب قلبي، الشاي المظبوط، الشاي المصري فورتين النهارده. ما تنسونيش حبايب قلبي، اللي يشوفني واول مره يشوفني يشترك في قناتي ويفعل الجرس عشان يصله كل جديد، ويعمل لايك بعد اذنه. حبايب قلبي كومنت حلو حلو كده زيكم كده يا حلوين. قناتي على اليوتيوب منوعات حسناء، وبشكر كل اللي بيتابعني من كل الدنيا كلها. بحبكم في الله، واحلى كوبايه شاي ليكم يا احلى حبايب قلبي. وبعد ما غسلت الطماطم بتاعتي زي ما انتم شايفين، دي طماطم مستويه، يعني الطماطم الطريه، تمام يا حبيبه قلبي، بتبقى مستويه مش بتبقى فيها اي حاجه خالص. بس شوفوا هي وش الايه، القفص بقى في. انا جبت لكم اقل واحده فيهم اهي، لكن هي زي الفل خلاص. حامله بقى الشفشق بتاعي بتاع الخلاط، واضربها في الطماطم، هعملها طماطم تسبيكه، بس هسبكها بالزيت برضو، هتساعدني معايا في المطبخ في وقت ما عاوز اي من اي حاجه. وانتوا عارفيني اسرع حاجه عندي المكرونه في الاوقات دي، لكن الايام اللي جايه ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين. احنا عملنا الصلصه لكن برضو ما نستغناش عن، وعملت الصلصه برضو التسبيكه، بس انا حبيت ان انا اوريكم المحتوى ده برضو يمكن يفيدكم ولا حاجه. شفشق الخلاط بتاعي اهو، طماطم دي زي ما انا قلت لكم كده اللي هي ايه مستويه اهي، شايفين، والطماطم قدام حضراتكم اهيت، وانا هعملها في الخلاط وهوريكم برضو انا هعملها ازاي. عجبك المحتوى حبيبه قلبي كملي، مش عجبك المحتوى حبيبه قلبي ولا يهمك خالص. الطماطم بتبقى طريه، بس بيبقى ايه واخده سنه ايه من القفص، من القفص بتاع الطماطم. هتساعدك برضو في الايه، في الطبيخ وكل ما تستعمليه في المطبخ. يلا بينا اضربهم في الخلاط وارجع لكم تاني. وده حبايب قلبي الطماطم بعد ما ضربتها في الخلاط اهيت، حبيبه قلبي عايزه تصفيها صفيها، اللي يعجبك كل واحد وايه واللي بيرتاح له قلبه. خلاص يا حبيبه قلبي، ودي طماطم انا خليتها دلوقتي هتقعد لها كمان يومين كده ابقى اضربها. خلاص يا حبيبه قلبي، حطيت على الحله بتاعتي فيها زيت، الماده الدهنيه اللي هتشتغلي بيها، وهندخل بعدها دلوقتي حالا. يلا بينا حبيبي. هذا الطماطم بتاعتي اهي يا حبايب قلب حسون، بتاعتي اهي يا حبايب قلبي. خدوا بالكم، اللهم اجرنا من ايه، من النار بالراحه خالص. انا مش راضيه اعلي عليها عشان الكاميرا بس مات ايه، لما انتم شايفين كده انا موطيه خالص عشان مش عايزه الطشه دي تحصل في التليفون بتاعي، معلش. خلاص يا حبيبه قلبي،
سيبها بقى لغايه ما تتسبك مع بعضها خالص وارجع لكم تاني. قلبي وبعد الفطار نفتح بقى كده ايه كوفي ميكس حباب قلبي ونعمله مع بعض كده عشان خاطر نظبط الايه التظبيط. السكر بقى يا حبيبه قلبي على حسب ايه رغبتك انت، تحبي مسكر زي حالاتي؟ انا بحب 4. تعالوا كده، والواد ابراهيم ابني كمان النهارده معايا اهو، هنعمل له واحدة برضو كوفي ميكس، بس هو ما بيحبش السكر ايه كتير. ماشي اهو، وبيحب السكر بس معلقتين. تعالوا بقى نصبه كده ونعمل الكوبايتين الاتنين كده صباح الايه النسكافيه حبايب قلبي. احلى صباح للناس الايه للناس الملاح كتير 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 على طول، ودايما يا رب كده دايبين في الهنا والسعاده، ويجعل يومي ويومك حبيبه قلبي بالخير ان شاء الله. منوريني ومكترني يا حبايب قلبي، اتمنى كده يا رب كده. لو عجبك الفيديو تدوسي لايك، ولو انت مش مشتركه في قناتي اشتركي فيها وفعلي الجرس عشان يصلك كل جديد. صباحكم صباح الايه الناس الرايقه، يلا بينا نشوف يومنا وورتونا يعني. برضو يا حباب قلبي انا هعمل صينيه بطاطس على قد حالي كده، على قد انا كده تمام. هنعمل ايه في صينيه البطاطس بتاعتنا حباب قلبي؟ هنعمل ايه هقول لكم دلوقتي. بصوا بقى يا حباب قلبي، معايا البطاطس بتاعتي اهي، ومعايا فلفل، ومعايا بصل، ومعايا فلفل الوان، فلفل الاصفر، فلفل الاحمر، حلو. والتوابل بتاعتي بقى هعملها قدامكم حضراتكم دلوقتي، خلاص يلا بينا حبايب قلب حسونه نشوف احلى النهارده بطاطس على يدي وعلى طريقتي ان شاء الله وتعجبكم باذن رب العالمين. حبايب قلبي صينيه بطاطس زي ما انتم شايفين، البطاطس بتاعتي اهي، ومعايا قرنين فلفل احمر، ومعايا بطاطس متقطعه زي ما انتم شايفينها كده، وبصل متقطع، ومعايا شفشق الطماطم بتاعي اهو يا حبايب قلبي، طماطم بقى على فلفل احمر على بصل اخضر زي ما انتم شايفينه. بصوا البصل الخضراء دي العيدان الخضراء، اوعي ترميها حبيبه قلبي، تبقى طعمها تحفه في البطاطس. خلاص يا قلبي، يعني في صينيه البطاطس بتاعتنا هنضيف عليها الايه الملح بتاعنا اللي انت عايزاه، عندك مرق الدجاج شغال، عندك حته زبده شغال، عندك حته دهن ليا شغال، كل حاجه. انا بحب الفلفل الاسود قوي زي ما انتم شايفينه كده يا حبايب قلبي. وهنزل بقى انا دلوقتي بالفلفل بتاعي اهو، فلفل احمر على فلفل ايه على فلفل اخضر كده، بيخليه طعمه تحفه في البطاطس. الفلفل ده بيبقى جميل جميل جميل، الفلفل الاخضر والبطاطس بتاعتي والبصلايه الخضراء اللي انا قلت لكم عليه. حلو الكلام. هنزل بقى بالايه بالبصل بتاعي زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي يا حبيبه قلبي. قطعيه بقى كده ايه ترانشات كده تمام. هنبدا نحط بقى مع بعض ايه البطاطس البصل بتاعنا اهو يا حبيبه قلبي. يا رب كده ايه الروتين بتاعي يعجبكم النهارده، وما تنسونيش بقى في ايه في كلمه حلوه كده ايه وكومنت حلو كده. صينيه البطاطس كده تمام التمام، ناقصها بقى ايه شويه زيت حلوين كده من ايدك الحلوه زي ما انا قلت لك، حبه الزيت بتوعك او حبه زبده او حته ليا اللي عندك متوافر حطيه. خلاص يا حبيبه قلبي تمام التمام. ننزل بقى بالطماطم بتاعتنا اهي تمام، نقلبها بقى كده مع بعضينا كده زي ما انا قلت لكم تمام التمام. تفل وعشرة معايا معلقه ليا اهيت تمام زي ما انتم شايفين كده. حلو الكلام. عندك مكعب دجاج حطي يا حبيبه قلبي مرقه الدجاج زي ما انا قلت لك اهوت، ده هنحطه كده مع بعضينا كده. وطبعا انتم شايفيني حطيت ايه دهن ليا، وده التوم بتاعي اللي انا مفرزاه معاكم اهو، تاخد منه ممك مكعب علشان تبقوا انتم عارفين حبايب قلبي لونه عامل ازاي زي الفل كده تمام التمام. ابدا بقى اقلب حاجتي جاهزه ان انا ادخلها الفرن تمام التمام متفل وعشر. وانا كده حبايبه قلبي قلبت اهو، عايزه تحطي طماطمايه متقطعه مكعبات صغيره زي البطاطس مفيش مشكله ايه اللي يريحك. انا برضو حطيت بس شويه زيت اهم صغيرين على الوش كده. خلاص يا حبيبه قلبي هدخله بقى الفرن وارجع اوريه لحضراتكم تاني. بينا تاني يا حبايب قلبي، فضل ونعمه زي ما انتم شايفين صينيه بطاطس اخر جمال واخر حلاوه، واللي ما شافش يشوف ويحكم بنفسه. البساطه عنواني والحمد لله، لا بقول عملت ايه ولا حطيت ايه، فضل وايه
فضل ونعم. اعمليها كده بايدك وفرحي اولادك، وكل حاجه من ايدك بتبقى احلى واجمل. كل سنه وانتم طيبين، ويتعاد عليا وعليكم بخير اجمعين. صينيه بطاطس حلوه وتستاهل. لو عجبك الفيديو تعملي لي لايك، ولو انت مش مشتركه في قناتي اشتركي وفعلي الجرس عشان يصلك كل جديد. ودايما منوريني ودايما بالخير والهنا والسعاده حبايب قلبي. شيروا الفيديو عشان كله يستفيد. بحبكم كتير كتير. دمتم في رعاية الله وأمنه، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رعاية الله، مع السلامة.